اهلا بيكم حلقه من الحلقات الجميله 20. دايما بنقول ان اعاده التدوير من الحاجات المهمه جدا في حياتنا، منها ترشيد استهلاك ومنها بنعمل اشكال جديده. واعاده التدوير ده مش بيكون مثلا في حاجه معينه، اي حاجه ممكن يتعمل لها اعاده تدوير، حتى الاكل اللي بيبقى فاضل عندنا في الثلاجه ممكن نعمل له اعاده تدوير. فاحنا النهارده هنتكلم عن فكره اعاده التدوير وايه الحاجات اللي ممكن نعمل بيها. ونرحب بضيفتنا النهارده، معانا ضيفتين، فاتن ومنى. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. فاتن، قوليني، واحنا النهارده ما عندناش منتجات هنعمل، بس هننزل صور المشاهدين هيشوفوها معانا. قوليلي بداتي الفكره ازاي وابتديتي بايه وعملتي ايه؟ انا عندي مشروع اسمه الياف للصناعات الخضراء. كنت حضرت في 2018 مؤتمر في شرم الشيخ اسمه التنوع البيولوجي. وقتها كنت اول مره يعني اعرف مدى خطوره اللي احنا بنعمله في البيئه عموما يعني. فجيت من هناك وكنت شغالة في شركة مهتمة ان هي بتعمل اعادة تدوير مخلفات نخيل، كانت من اوائل الشركات اللي بتشتغل في النقطة دي في اسوان. بعدين الشركة كان نشاطها وقف، وانا كان عندي خلفية ان انا عايزة اساهم او ان اعمل اعادة تدوير او اساعد المناخ اللي فيه او البيئة او اي حاجة من الحاجات اللي فيها حاجات زي كده، تبقى زي العرجون وشجر ورق الموز وكده. انا كنت فكرت ان اشتغل في العرجون، بس يعني ما شاء الله كتير قوي في اسوان، كتير جدا كمان، كتير جدا، وشغالين فيه بجوده حلوه وبيدمجوا منتجات تانية، فشغالين في الاتجاه ده. بس احنا كمان في اسوان برضو في منتجات او في زي مزارع للموز بكميات كبيره. مفكرش حد ان هو يعمل لها اعاده تدوير زي ما الناس فكرت ان هي تعمل اعاده تدوير للنخيل بكل مشتملاته بقى، الكورناف والعرجون كل الحاجات والسعف وكل الحاجات بتاعته. فانا فكرت ان انا اعمل اعاده تدوير للمخلفات الموز تحديدا. حد ساعدك هنا ولا استعنتي بمين؟ لا، هنا ما كانش فيه الفكره اصلا، مش ما كانتش موجوده عموما. بس انا كان عندي في سوهاج في حد اعرفه برضو، وفي الفيوم رحت خدت تدريبات في الفيوم على الغرزه بتاعتها، لان هم كانوا بيشتغلوا غرزه معينه بالخوص، بس انا كنت محتاجه ان انا اطبق ده على الالياف. وعملت دراسات علشان اعرف ايه الفروق والمميزات والخصائص بتاعه الالياف وايه ممكن بشكله كده تقدري تتعاملي معاها ازاي، ما تبصي معاكي بعد كده ما منتج ما يحصل بالظبط كده. ولو ما تسأل حتى ابقى انا عارفه المنتج ده صلاحيته ازاي، الخصائص بتاعته ازاي، عمره الافتراضي ازاي. طب ليه معالجات ولا بيعدي بمرحله معالجه، وبعد كده بقى بيبقى الخامه جاهزه ان انت تشتغلي بيها اي غرزه وتشتغلي بيها اي حاجه، يعني نفس الفكره بتاعت الخوص. منى، انت نفس الفكره بتعملي اعاده تدوير من اوراق؟ ما انا شغاله مع فاتن، هي اللي علمتني، دخلت مركز تدريب واتدربت ازاي يعني اعمل الالياف، اشتغل عليها يعني اعمل علب حاجات يعني. بتدربي دلوقتي فاتن؟ انا كنت اول ما بدات المشروع كنت محتاجه، خلاص بنيت الفكره بتاعتي وجربت ونزلت وعملت فيدباك على المنتج، وكنت محتاجه بقى يبقى معايا ناس تشتغل معايا تساعدني في ده. فعملت تدريب في الوحده المحليه في القريه بتاعتي، وكانت هي من ضمن الناس اللي جوا عندي، ودلوقتي ماسكه خط انتاج، وطلعت تدريبات برضو تبع المجلس القومي للمراه. بيتعمل بايه بقى؟ اولا الالياف
عندي بيبقى نوعين، في نوع اللي بيدخل في المكن ده بيبقى شعيرات، ده انت ممكن تستخدميه خيوط، بتستخدميه على النول، بتدمجيه بقى بجلد، بتدمجيه بأي حاجة. وشوية شوية بس دي مرحلة متطورة أنا مش شغالة فيها دلوقتي، اللي هي ممكن تتعمل منها قماش زي الكتان، زيه زي القطن بالظبط كده. دي التجربة دي اتنفذت في أوغندا أنا، بس لسه ما وصلتش لده. أو اللي أنا شغالة عليه دلوقتي أنا بعمل منه سجاد على الأنوال، وبعمل منه يعني على أنوال صغيرة اللي هو بدمجه بالجلد بالجلد والكروشيه والحاجات اللي بتبقى زي كده. بتثبتوا بعض يعني؟ لا يعني مثلا بتعملي زي فكرة إن أنت بتعملي شنطة من العرجون بالجلد وبالجلد. أو الخوص والجلد، فبتعملي ضيق. الفكرة إن أنت لما بتيجي تعملي دمج ما أعملش الدمج بيقلل من الخامة، يعني ما أجيبش مثلا هي خامة طبيعية 100%، حتى مراحل المعالجة بتاعتها طبيعية، فأروح أجيبها أدخلها في بلاستيك، يعني أنا كده بوقعها مفيش اي فايده. لكن لما تيجي مثلا تدمجيها بماده طبيعيه او بخامه تانية طبيعيه، فده بيعلي من قيمه الاثنين. فاحنا متعودين ان احنا مثلا بنشوف الجلد بحاجات معينه، هي زي ما هي بالوانها بتصاميمها، بتبقى حاجات بسيطه اصلا. طب ده حاجه جديده خالص يا فاتن، يعني معنى كده ان كل الافكار هي افكار جديده، يعني مثلا اي حد هيدخل في اي موضوع بيدخل على النت بيشوف فيديوهات فبيشوف افكار ممكن يعمل زيها او ان هو يقلدها، معنى كده ان انت بتعملي كل افكارك بتاعتك انت جديده. ايوه انا عملت الدمج بتاعي، يعني احنا برضو حتى مراحل الدمج اللي موجوده في اسوان ما بين العرجون والجلد، ما بين الخوص ومثلا الجلد، ما بين التطريز والجلد مثلا، بتبقى كده. انا لما فكرت اعمل دمج ما بين الخامه بتاعتي وخامات تانية دخلت فيها الجلد وكمان دخلت فيها الفخار. احنا في اسوان معروفين بالفخار قوي، بس محدش للاسف محدش بيشتغل بيها، يعني الطين الاسواني ده هو تقريبا اللي كل حد في مصر بيشتغل فخار بيجي ياخد الطين الاسواني. احنا مفيش حد في اسوان اصلا بيشتغل فخار، والفخار اللي بيبقى موجود اللي هو زي ما احنا طلعنا عليه اللي هو القله الزير، الحاجات اللي هي الثابته. ممكن نلعب في فكره ان احنا نعمل له يعني نعمل تصاميم بسيطه، ده بيبقى كمان على حسب العميل اللي بيبقى محتاج مثلا كميه زي كده، زي الاوتيلات البيئيه عنده تصميم معين بس. لكن الفكره ان هو انا بصنع ده بقالي 10 15 20، هي ما بغيرش فيها الاشكال، مش ما فيش تجديد بالظبط. وحتى لما جيت شفت ان ممكن حد مثلا يستخدم ده ويعمل منه، مش يعمل من يعني يستخدمه في استخدام تاني، فما فيش الاستخدام. يا اما تستخدمي استخدام مباشر اللي انت تشربي وتاكلي فيه، يا اما الديكور اللي هو برضو اللي احنا اللي متعارف عليه. هي فكرة السجاد، يعني عارفة ان انت تدمجي الحاجات البقية دي او ورق الموز بالفخار يعني معقولة، بس الجديد ان انت تعملي منه سجاد ولا جديد ولا حاجة. طب ما هي فكرة السجاد اصلا ايه؟ مش انت اصلا بتدخليها بالاقطان او بالصوف؟ طب ما الصوف بيجي منين؟ هل هي الورقة جامدة كده؟ مش الورقة، ولا بعد المعالجة؟ انا بستخدم الساء بتاعت الموز، وبيدخل في المكن فبيطلع شعيرات عامل زي شعيرات الكتان، لو تعرفي الكتان. عايزه ايه؟ النسيج، عملتي نسيج. فبتعمل منه احبال، وبتعمل منه خيوط، ده بتعمل منه الحاجات بتاعت الشعر دي زي البواريك والحاجات اللي بتبقى زي كده، بيتعمل منه ده. هي كده درست الموضوع كويس يا فاتن؟ لازم، عشان خاطر انا عايزه اكمل فيه. فانا الفكره عندي مش ان انا عايزه ابدا يعني زي ترند كده وحاجه مختلفه وجديده ووقف، عايزه دراسه عشان يعرف يستمر. والدراسه لازم لو انت حابه تستمري في الموضوع لازم كل شويه بتطوري. هتطوري ازاي؟ لما تدرسي وتشوفي مثلا، مش لازم تبقي حاصره نفسك في مصر حصل فيها ايه. يعني احنا عندنا بتجرب الدول الثانيه عملت، هم عندهم برضو نفس الفكره الموز، طب هم عملوا بيها ايه؟ بداوا بمنتجات زي مثلا صغيره، وبعد كده بقوا يدخلوها في منتجات ثانيه لغايه ما عملوا منها قماش. انا فكره القماش دلوقتي يعني واقفه، مش تعد دلوقتي. منى قعدتي قد ايه تتدربي؟ يعني ما خدش سنه، يعني سنه لا يعني لا مثل خط انتاج. لو حبيت الشغل يعني حبيت الفكره. انا محتاج ايه بقى؟ خط الانتاج بتاعك ايه؟ تابع ليا في الموز يعني، اطباق سخانات كوستر هذه كده يعني. مختلف يعني، انا لو شفته يا فاتن افرق بينه وما بين العرجون والخوص جدا. مختلف. الملبس بتاعه ناعم والمرونه بتاعته اعلى بكتير من العرجون. احيانا في حاجات كسترات وحاجات تتعمل مع عرجون تحسيها كانها خوص، يعني قريبين من بعض، الا لو في شغل معين ببقى عارفه ان ده عرجون، لكن هل ده لو شفت الشغل ده اعرف جدا؟ هو مشابه المنتجات بتاعه الالياف دي، مشابهه جدا المنتجات اللي بتتعرض في ايكيا تحديدا. يعني المنتجات المنتجات دي يعني شبه
مشابهة للمنتجات بتبقى بره مصر، فأغلبية المنتجات بتاعتي بتتصدر بسبب ان هي فيها تشابه. حتى العميل بيجي يشتري مني في المعارض اللي هي يعني احنا ان هي زي المصانع بالظبط، بيحبوا لا بيحبوا دايما يشتروا الحاجة اللي هم بيشوفوها مش موجودة في مصر او مش كتير شغالين فيها. فانا في مصر تحديدا في احنا 3 بس شغالين في الياف الموز او في منتجات اعادة تدوير الموز. في حد بيشتغل في تدوير الموز بس بيعمل منه اساسات وده موجود في هنا، وحد تاني بيعمل الالياف مع الجلد بس خط انتاج بتاعه كله واقف على الشنط، وانا بقى بشتغل منه ديكورات للبيت او ديكورات عموما يعني ديكورات احلى وفيها افكار كتيره. فانت لا بتبقي حاب لازم تبقي كمان عارفه ان انا مين اللي بيشتغل زيي علشان تشوفي ما يبقاش تعملي حاجه مختلفه بالظبط كده. ولو انتوا بتشتغلوا في نفس المجال بنفس الخامه فيبقى في تطور، ما بقاش انا ثابته في خط حد في خط واحد وغير ده بيعمل في نفس الخط وانا زي ما انا بطلع منتجاتي هو يا فاتن. هو احلى حاجه انك تكوني حابه الموضوع، يعني بما ان انت حباه هتنتجي فيه وهتطلعي افكار جديده، وده انت ابتديتي كمان بدراسه يعني مش بس فكره ان انت بتحبي، ان انت حابه الموضوع ده عشان تكملي فيه بيبقى حلو. وكمان لما يبقى انت بيبقى ليكي عندك اهداف، يعني انا لما جيت اشتغلت ده كان عندي هدفين، يبقى عندي مصدر دخل ليا وفي نفس الوقت تبقى بساعد بيه يعني خدمه مجتمعيه مش بس لنفسي خالص. لا بالعكس، ان هو ده اصلا خامه مهدره انت بتعملي لها، يعني بالنسبه للمزارع ده بيبقى عيب هو مش عارف يتخلص منه ازاي، فبيتخلص منه بطرق غير امنه بالمره. لكن شغله طيب متعب؟ لا برضه خالص، بسيط جدا. هي بس مرحله المعالجه دي لما بتنتهي انت بتبداي بقى في الانتاج. عندك تقدري تلونيه؟ جدا، لان هو نسبه الرطوبه اللي بتبقى موجوده في الموز عموما 70% ميه، فلما تدخلي فيه الوان واصباغ بيمتصوا اعلى بكتير جدا من الخوص. يعني اصل مثلا الخوص بيعملوه العرجون ما بتلونش، بس هو اللي بيبقى فيه بس دايما يقولوا ايه هو فيه بيبقى قديم وجديد. لا بيتلون، بياخد الالوان الطبيعيه زي الخوص، اي ماده طبيعيه زي الخوص والالياف والعرجون بتمتص. الوان خاصه ولا الوان؟ لا بتبقى الالوان الطبيعيه او الحجريه دي اللي بتبقى زي اللي بتتباع عند العطار بتستخدميها للخوص والحاجات اللي زي كده، بتبقى احجار اصلا طبيعيه. ما بيطلعش لونه لما يتغسل؟ لا 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 بالعكس، ده امتصاصه عشان عالي فهو بيبقى متشرب خالص فيه. معنى كده ان انت عندك ماده وخامه واسعه تقدري تعملي بيها حاجات كتير جدا، مش بس بتستخدميها ممكن تعملي منها خط الشنط ده، وممكن تعملي يعني خط السجاد والستاير ده لوحده بيبقى خط لوحده. عايزه تعملي ديكورات البيت، وحدات الاضاءه، بتعملي العياشات، البوكسات اللي بتتحط في الحمام، كل ده بيبقى خط لوحده. يعني في كذا حاجه ممكن تشتغلي فيها خطوط مختلفه وكلها شاف خطين دلوقتي او خط واحد. انا بعمل الديكورات بتاعه البيت والسجاد، ودلوقتي فتحت الثالث اللي هو الدمج ما بينه وما بين الفخار. حلوة. انا شفته، ويمكن المشاهدين برضه يشوفوا معانا صور حلوه قوي بصراحه، فكره رائعه وانا معجبه بيك يا فادي. مش عارف اعمل حاجه من غيرهم، يعني من غير ما هم يكونوا معايا انا لوحدي مش عارف اعمل حاجه بجد. لو هي حبيبتي اي حاجه الواحد حتى لو هو عنده حاجه ما يقدرش يعمل حاجه لوحده ابدا. بصراحه هم كمان حابين الموضوع. ايوه احنا حبيناها. ايوه طبعا حبيت، غير ان انت حبيتي فاتن اكيد حبيتي. حبيت الفكره نفسها الصراحه يعني. عشان حبيت كم واحده يا فاتن غير منى؟ انا معايا 3 تانيين، وكل حد بيبقى في حد يعني منى مسؤوله عن مجموعه، بيبقوا هم اللي هي بتبقى مسؤوله عن الجوده، والاثنين التانيين كل واحد مسؤول عن مجموعه عن حد. وعندي خط تاني في كومومبو، وعندي خط هيبقى في ادفو. انتوا اصلا فين؟ هي في اسوان. في اسوان. عموما انا يعني موضوع جميل جدا، ومع الصور الناس كلها هتشوف ازاي الحاجه جميله جدا. وفكره اعاده التدوير هي حلوه في كل حاجه، بس لما تبقى حاجه فعلا تدر عليكي دخل او ان هي تبقى حاجه كويسه وتعمل منفعه للناس دي بتبقى حاجه جميله. فاتن شرفتيني بوجودك معايا، ومنى اهلا بيكي. شكرا ليك. فرصه سعيده جدا لي. فرصه سعيده. وبكده تكون خلصت لقاءاتنا النهارده مع الجميله أشري. بنسعد دايما بمتابعتكم لينا، والى اللقاء.